الجزء المترتب على العراق في هذا الخصوص هو الخاص بالتعامل بالدولار، التعامل بالعملة الدولار الأمريكي في جوانب المصرفية والمالية مع إيران وقضايا متعلقة بالتجارة البينية بين البلدين. وهذا نحن حقيقة ملتزمون بعدم يعني تطبيق التعامل به فيما يخص الدولار، وأي آليات أخرى للتعاون بين البلدين لا تتضرر، لأن النتيجة الجزء الخاص بالعقوبات حسب تفاصيل هذه العقوبات هو عدم التعامل بالعملة الصعبة ممثلة بالدولار بين أي الدولة وبين إيران على خلفية هذه العقوبات. وكما قلت نحن حرصا على مصالح العراق سوف نكون ملتزمين بهذا الجزء، أما ما عدا فلا توجد يعني أي إلزامات تجاه الحكومة العراقية فيما يتعلق بعلاقاتها مع إيران وتعاملها التجاري إذا كانت هناك آليات بديلة للاستعاضة عن هذه العملة عملة الدولار. جميل دكتور سعد، يعني أشكر هذا التوضيح، أرجو أن تبقى معي دكتور سعد، أظل في بغداد أتواصل مع دكتور نبراس المعموري المحلل السياسي والاقتصادية. دكتور نبراس مرحبا بك في برنامج حديث الساعة، استمعت إلى ضيف الكريم الدكتور سعد الحديثي يتحدث عن ملف هام ستناقشه الحكومة العراقية مع إيران بعيدا عن أي معاملات أخرى، هل تتفقين مع هذا الطرح الذي تطرحه الحكومة العراقية بالفعل؟ شكرا جزيلا على الاستضافه. طبعا اكيد المتحدث الرسمي باسم الحكومه العراقيه يحاول ان ينقل وجهه نظر رئيس مجلس الوزراء السيد العبادي. السيد العبادي من خلال تصريحاته وما ادلى به للصحافه يحاول ان يمسك العصا من الوسط، لكن السؤال اللي يطرح نفسه اقطاب العمليه السياسيه هل سيمررون هذه التصريحات بشكل سلس ويتوافقون على هذا القرار ويكون هو القرار الحاسم؟ كما تعلم أن حجم التعاملات المصرفية المالية في الإيرانية العراقية كبيرة جدا فاقت التصور، يعني بالتالي حجم المصارف الموجودة في العراق حتى المصارف التي وجدت في العراق لديها تواصل ولديها تماس مباشر مع أطراف سياسية كبيرة نافذة في العملية السياسية. والكل يعلم أن فترة الحصار وما ترتب من عقوبات اقتصادية على إيران لولا وجود هذا حجم التبادل الاقتصادي ووجود البنوك والمصارف الإيرانية في العراق لما كان هناك تذويب لحجم الأضرار الناجمة عن الحصار.